وفعل الجهل في ذلك الوقت وعدم الوعي والى اخره، وطمس حتى وان كان فيه وعي، مثلا كان مستهدف من طرف الاستعمار، لكن بين عشيه وضحاها ظهر للناس فقت الناس، خلينا بغض النظر على الناشطين السياسيين والى اخره، عارفين وش معناها استعمار، والجزائر راهي فرنسا هذه راهي ما هيش هي الدوله الاصيله في هالمنطقه هذه والى اخره، لكن عامه الشعب كان ممكن ما يفرقش، كان بسيط بسطاء، وكانت كلها رياف. نعم. كانت تقدر تقول 85% من السكان نتاع الجزائر في الارياف. في الارياف الوعي بسيط، أو أكثر، لكن بين عشيه وضحاها، او اكثر بين عشيه وضحاها، جهم يعني شعاع ضوئي قوي فهمهم باللي هذه فرنسا راهي كانت مستعمرتكم، وراهي وهو الكفاح والى اخره، هذا نحكي على الناس البسطاء والصغار والى اخره، وراهي رايحه تخرج وراهي الى اخره، وبالتالي تبدل الشعور العام والنظره العامه للمواطنين، النظره العامه للحياه في حد ذاتها تغيرت. انا نشفي في البوادي، هنا كان وقع على الاستفتاء تاع 3 جويلي، هذا وقع الاستفتاء، نشفي عليه هذا الاستفتاء. احنا كنا في الباديه، كانت مكتب انتخاب مثلا بالنسبه للولايه هنا في الواد، كل شرق الواد كان مكتب انتخاب، تجي هاك البوادي هذيك كله تنتخب على القوافل، على الجمال، مركز واحد بعيد حوالي 20 كيلو شرق طريفاوي، والله هذيك الجوايه فهمتني، وقع واحد الشومبولمو كبير الى درجه، واحد يغني وواحد يصرخ وواحد يعني ما تصورهاش، يعني تغيير اكثر من جذر للمواطنين، واحساس وامل عدل الناس، الامل الواحد باش نقول ندير هذه، واحد يعني تغير التفكير وتغيرت سيرورة الحياة وتغيرت الروتينية هذيك تاع الحياة، ودخل امل كبير للناس بهالدوله الجديده والى اخره، الاستقلال هذه فهمتني. وكانت الناس يعني التمدرس هذايا كان قليل جدا، التمدرس في القرى ما كانش اصلا التمدرس، بمجرد ما جاء وقف القتال في 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 19 مارس، دخلت السنه مباشره اللي وراها اصبح كاين تمدرس قوي الى درجه وصل اكثر من 60-70%، سبحان الله، تمدرس. وصبحت المدارس مفتوحه، وصبحت الناس كانت مثلا نوعيه الاعمال تغيرت، ونظره والناس عاد عندها امل، انها عاد كبار عادوا يدرسوا، والجزائر وقالها اشكال في ذلك الوقت بالنسبه. نعم. للتعطير، بالنسبه لتعطير الاداره. نعم. بالنسبه لتعطير للتربيه خاصه، والقرى باش تمسها الا التربيه وكذا، التركه هذيك يعني فتحت معناها يعني طرق لايجاد مثلا مؤطرين، فتحت مثلا هذيك تاع الممرنين اللي عنده شويه تاع مستوى يحسن المستوى نتاعه ويدخل للتعليم، فتحت اطر اخرى لتعطير الاداره كانت اداره فرنسيه، كان بون، كان في احنا في الشمال كان لي كومين ميكست، هذه البلديات المختلطه فيها شويه تعطير تاع مثلا عرب والى اخره، اما في اماكن مثلا تلقى المواطنين كلهم فرنسيين، حتى من ابسط الكاتب، بحكم كان حكم عسكري، حكم عسكري في الجنوب. نعم. وبالتالي هذه الفو كومبلي، هذا لي فيد، هذه لازمك تملى هالفراغات، هذه فراغات تعطير، تحدي كبير والى اخره، والناس كل واحد يعني عندها امل، واحد باش يخدم في البلديه، واحد باش يروح للتعليم، واحد يعني ما تتصورش، كما راكم تشوفوا الان كاين بعض الصور ساعات يجيبوها في الارشيف في الاعلام، كيفاش الناس اللي راكبه فيها الشاحنات وتعيط، ويعني واحد الصراخ هكا، صراخ هستيري تاع الناس، مش يعني ماهوش عادي. صح.